شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك في الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعضاء للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية شارك في سباق الدراجات الذي نظمه الاتحاد البحريني للترايثلون ضمن برامجه الرامية إلى نشر رياضة الترايثلون في المملكة. وانطلق السباق لمسافة 50 كيلو مترا وشارك فيه العديد من المتسابقين الذين خاضوا المسار المحدد بصورة مميزة في ظل أجواء تنظيمية عالية وفرتها اللجنة المنظمة على أن تقام سباقات الجري والسباحة في الأسابيع المقبلة. هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الأسبوع كان مثالي للغاية لأنه يحاكي بصورة متميزة السباقات التي تقام في بطولات الترايثلون، مؤكدا سموه أنه لمس تطورا ملحوظا في أداء المشاركين وجدية في الاستفادة من هذا السباق، مما يشير إلى مدى حرصهم على أن تكون المشاركة في السباقات والبطولات المقبلة ذات طابع تنافسي كبير. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مشاركته في هذا السباق تأتي لتشجيع المشاركين ونشر سباقات الترايثلون في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف ذاتها التي يحرص عليها المتسابقين وهي الاستعداد للبطولات المقبلة، لأن مثل هذه السباقات تعطي انطباعا شاملا عن الكيفية التي سوف يسير عليها المتسابقين في السباق والسبل الكفيلة لتحقيق أفضل المراكز الممكنة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن وجوده إلى جانب المتسابقين كان مميزا، حيث شارك الجميع في هذا السباق بكل جدية وحماسة وحرصوا على أن تكون المشاركة إيجابية للغاية وأن يخرج الجميع المتسابقين منه بأقصى درجات الاستفادة الفنية والبدنية، معربا سموه عن تقدير هذا الجهود التي يقوم بها رئيس وأعضاء الاتحاد البحريني للترايثلون من خلال الترتيبات والتجهيزات المختلفة المعدة لإقامة هذا السباق. ومن جانبهم أبدى المجموعة من المتسابقين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في هذا السباق، مشيرين إلى أهميتها والاستفادة التي خرجوا منها، خاصة في جانب رفع الاستعداد البدني والفني للمشاركة في البطولات المقبلة، مؤكدين أن مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كانت إيجابية واستفاد منها المشاركون نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها سموه في رياضة الترايثلون.